اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن هرم الملك ساحورع، وهنبدا كلامنا عن موقع هرم الملك ساحورع. وهنقول ان هرم الملك ساحورع اصغر بكتير من هرم الملك اوسركاف، وارتفاعه بيساوي تلت ارتفاع الهرم الاكبر هرم الملك خوفو وقت انتهائه. في الوقت اللي كان بيتبني فيه هرم الملك ساحورع كان فيه تركيز كبير جدا على بناء المعبد الجنائزي والزخارف اللي بتعمل عليه، وقدر العمال والمهندسين المشرفين على بناء هرم الملك ساحورع ومجمع الهرم بالكامل ان هم ينهوا بناء المجمع الهرمي في حياة الملك ساحورع. وبتبين برضو الاكتشافات اللي كانت موجودة على الممر واللي اكتشفوها سنة 1994، الاحتفالات المصطحبة لاستكمال بناء الهرم، وكانت على شكل طقوس دينية. دلوقتي هنتكلم عن المعبد الجنائزي لهرم الملك ساحورع، وهنقول ان المعبد الجنائزي لهرم موجه في اتجاهين، محور الشرق ومحور الغرب، واللي بيضم جميع العناصر النموذجية لمجموعة جنائزية متكاملة، واللي منها معبد الوادي اللي موجود على ضفة بحيرة أبو صير، واللي بيرتبط بالحوش الرئيسي للمعبد الجنائزي عن طريق جسر طويل. وداخل جدار الحوش موجود تلات حاجات: الهرم الرئيسي والمعبد المرتفع وهرم مصلى أصغر منه. ووسط المجمع الهرمي والمعابد بيلاحظ غياب وجود أي مدافن فرعية تبع لعائلة الملك. ما قدرش علماء الآثار إن هم يكتشفوا أي مصطبة أو هرم بيعود للملكة اللي كانت زوجة للملك ساحورع. دلوقتي هنتكلم عن معبد الوادي التابع لهرم الملك ساحورع، والمعبد ده موجود على ضفة بحيرة أبو صير. في المخطط اللي كان موجود عشان يتم بناء معبد الوادي، كان البناء ده على شكل مستطيل وطوله 32 متر وعرضه 24 متر. المعبد ده تم توجيهه على محورين، محور الشمال ومحور الجنوب. وقدر المهندسين اللي كانوا موجودين في عهد الملك ساحورع ان هم ينحتوا جدران قواعد المعبد بافريزيات مقعره، وجدران المعبد ذات نفسها كانت على شكل دائره. ومعبد الوادي هو في الوقت الحالي في حاله خراب، وبقى محجوب جزئيا وشبه مدفون بسبب رواسب بحيره واللي بتصل نسبتها ل 5 متر. ورغم التدمير اللي حصل في معبد الوادي، الا انه بيعتبر من احسن المعابد المحافظه على شكلها في الوقت الحالي بعد معبد هرم الملك خوفو. مدخل معبد الوادي موجود على الجانب الشرقي ناحية هرم الملك ساحورع. معبد الوادي عبارة عن منحدر كبير قدامه رواق، الرواق ده عبارة عن صفين من الأعمدة الداخلية، والأعمدة دي كانت مصنوعة من الجرانيت الأحمر. الوقت ده ما كانش شائع جدا وجود مدخل تاني للمعبد، واسم المدخل ده كان المفروض يكون اسمه المدخل الجنوبي لمعبد الوادي. المدخل الجنوبي للمعبد نقدر نقول ان احنا ممكن نوصل ليه عن طريق قناة مائية، والقناة المائية دي مربوطة ببحيرة ابو صير. بيتألف المعبد الجنوبي من منحدر ورواق واربع اعمدة، والاعمدة دي المفروض تكون اعمدة مخروطية وكانت من غير تيجان. الافتراضات اللي فرضها العالم لودفيج عالم الاثار المصري ان المدخل ده كان مخصص للكهنة. جدران معبد الوادي النقوش اللي عليها كانت بتبين ان في بلدة قريبة من الهرم اسمها بلدة هرم الملك ساحورع. في محيط معبد الوادي كان في قاعة على شكل حرف تي، وكان بيسندها عمودين من الاعمدة المخروطية. وفي القاعة اللي كانت على شكل حرف تي كان فيها سلم، السلم ده في اتجاه السطح، وفي اتجاه السطح ده بيوجد ممر بيؤدي لاتجاه الغرب. وأرضية القاعة مرصوفة بالبازلت الأسود، وسقف القاعة كان منقوش بزخرفة، الزخرفة دي كانت عبارة عن النجوم. قدر المهندسين إن هما يزينوا جدران المعبد بالجرانيت الوردي، واللي كانت مزخرفة بنقوش الرسوم واللي كانت بتصور الملك في رحلة صيد. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هكمل كلامي معاكم عن هرم الملك ساحورع. وهتلاقوا لينك فيسبوك وتيك توك والقناة التانية بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.